السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الثالث الإعدادي. بإذن الله متابعين مع بعض المنهج من خلال الكتب الدراسية المختلفة. إن شاء الله ناخد مع بعض دلوقتي تدريبات على الدرسين الثالث والرابع من الوحدة الثالثة من كتاب جام، بداية من صفحة 135. جايب لي هنا في البداية vocabulary exercises، تدريبات على المفردات. أول سؤال: شوز اختر ذاك عنصر الإجابة الصحيحة. السؤال رقم واحد بيقول هنا it's important، انه لامر هام او يعني حاجة مهمة، to not others، ان انت تكون ايه بالنسبة للاخرين، by being kind، بان انت تكون طيب، and listening carefully، وتستمع بحرص، when they talk، لما هما يتكلموا، ان انت تكون طيب وتستمع للاخرين بحرص، ده يبقى انت مهم تكون ايه بقى، respect يعني يحترم، مهم ان انت تحترم الاخرين، donate يعني يتبرع، listen يعني يستمع، ولا اجنور يعني يتجاهل. مهم ان انت تهتم ولا تتجاهل بالاخرين، طبعا مهم ان انت respect، تهتم بهم وتحترمهم، يبقى it's important to respect، مهم ان انت تحترم الاخرين. رقم اتنين it's very sunny today، sunny يعني مشمس، يعني بيقول كده الجو مشمس today اليوم. the synonym of sunny، السينونيم اللي هو المرادف او المعنى من كلمة sunny، يعني عايزة كلمة بتساويها في المعنى، cloudy يعني غائم او ملبد بالغيوم، bright يعني ساطع ومشرق، cold يعني بارد، foggy يعني ضبابي، مليء بالضباب كده اللي بيحجب الرؤية. طبعا sunny بتساوي في المعنى كلمة bright، الجو sunny مشمس يعني برضو bright يعني ساطع. رقم 3 we add the suffix، احنا بنضيف the suffix، بنضيف الايه اللاحقة، حروف كده بتجيلي في نهاية الكلمة، to the adjective، بنضيفها فين، بنضيفها للصفة اللي هي strange اللي يعني غريب، يعني بجيب كده لاحقة ايه في الاخر، في اخر كلمة strange غريب، to get the noun، عشان بقى احصل على الاسم، اسم الشخص يعني، يبقى strange هضيف لها i o n ولا e r ولا y ولا ness n e s s، الكلمة هي strange يعني غريب، انا بقى عايز احولها الاسم هتبقى stranger، طبعا هضيف لها e r عشان خاطر هي اصلا بتنتهي بالاي، هضيف لها الار فقط، يبقى stranger يعني غريب، يعني الشخص نفسه، غريب للشخص، اسم الشخص نفسه او صفة الشخص نفسه ان هو غريب. بعد كده رقم 4 نقط someone، يعني عبارة عن شخص ما او ايه هو الشخص، who pays for، pays for يعني يدفع مالا مقابل، مين الشخص اللي هو بيدفع مالا مقابل العيش في غرفة، يبقى for a room يعني هو يعيش في غرفة، in a house يعني يأجر كده غرفة في بيت، الشخص ده اسمه ايه بقى، seller اللي هو البائع، ولا lodger اللي هو النازل او الساكن، ولا buyer المشتري، ولا stranger يعني غريب او شخص غريب. طبعا يقصد هنا الشخص who pays for a room اللي بيدفع مقابل انه يسكن في غرفة كده في بيت، اللي هو lodger الساكن او النازل. والسؤال الخامس and not is something that happens to you in your life، ايه الشيء اللي بيحدث ليك في حياتك، الحاجة اللي بتحصل لك في حياتك ده اسمه ايه بقى، experiment يعني تجربة علمية، والexpert يعني خبير، والexperience اللي هي الخبرة او التجربة الحياتية، ولا exercise يعني يتدرب او يتمرن. طبعا الحاجة اللي بتحصل لك في حياتك that happens to you in your life، حاجة بتحصل لك في حياتك اللي هي الخبرة او التجربة الحياتية experience. رقم 6 teachers المدرسين explained، explained يعني شرحوا، المدرسين شرحوا the problems، شرحوا المشاكل to their نقط، هيشرحوا المشاكل لمين، المدرسين هيشرحوا ويوضحوا المشاكل بقى لمين، tourists لذير تورست اللي هو السائح، للسائح، ولا نيرس ولا الممرض او الممرضة، ولا مانجر، ولا هيشرحوا المشاكل للمدير، ولا كلينر، كلينر اللي هو عامل النظافة،
لو في بقى مشاكل المدرسين هيشرحوها لمين؟ طبعا ل their manager، للمدير بتاعهم، مديرهم. بعد كده رقم 7، النقط is a board that people put on. board يعني عبارة كده عن لوحة. that people put on، أول الناس بتضعها كده على الجدار أو الحائط، يجي كده لوحة، بعد كده يبدأوا بقى يحطوا كده عليها مثلا الرسائل اللي هم عايزين يوصلوها للناس، أي حد يشوفها. يبقى نقط is a board that people put on a wall، عبارة عن لوحة الناس بتضعها على الحائط أو الجدار. to put messages on، عشان تضع عليها المسجز اللي هي الايه، تضع عليها مسجز الرسائل. يبقى ده تعريف forest اللي هي الغابة، ولا lodger الساكن أو النزيل، ولا notice board اللي هي معناها يعني لوحة بتاعة إعلانات، ولا ميتنج ده تعريف الاجتماع. طبعا تعريف نوتس بورد اللي هي لوحة ايه؟ لوحة اعلانات. رقم 8، my uncle is a businessman، عمي بيكون رجل اعمال. and always has نقط to discuss important topics، عايز يقول يعني بيكون دايما عنده ايه عشان ان هو discuss يعني يناقش، دايما بيعمل ايه عشان خاطر ان هو يناقش important topics، topics اللي هي الموضوعات، عشان يناقش الموضوعات المهمة. هيعقد ايه؟ services اللي هي الخدمات، ولا meetings هيعمل كده ويعقد اجتماعات عشان خاطر يناقش فيها الموضوعات الهامة، ولا competitions اللي هي المنافسات او المسابقات، ولا repairs يعني اصلاحات. يبقى هو هيعمل ايه عشان يناقش فيها الموضوعات الهامة؟ هيعقد اجتماعات. يبقى always دايما has meetings، دايما بيعقد meetings الاجتماعات عشان خاطر يناقش الموضوعات اللي هي بتكون important هامة. رقم 9، I sat on a wooden knot. sat on يعني جلس على، انا جلست على ايه؟ خشبي. ايه اللي مصنوع من الخشب؟ انا قعدت عليه at the park في الحديقة. and watched the birds fly by، وكمان شاهدت الطيور وهي fly by يعني بتطير كده بجواري او جنبي قريبة يعني مني. bench، انا قعدت على مقعد في الحديقة مصنوع من الخشب او wooden bench. ولا notice board اللي هي لوحة اعلانات، ولا forest غابة، ولا factory مصنع. هقعد على ايه في الحديقة واشوف كده الطير وهي بتطير جنبي؟ طبعا بنتش اللي هو الايه، المقعد. بعد كده رقم 10، we from او we form the noun، احنا بنكون وبنشكل the noun، بنشكل وبنكون الاسم of communicate من الفعل يتواصل. by adding عن طريق اضافة the suffix، عن طريق إضافة اللاحقة إيه؟ N-A-S-S-E-R-I-O-N ولا A-T-I-O-N؟ طبعا عن طريق اللاحقة إيه؟ طبعا عايزين نقول هنا communicate، يبقى عايزين نخليها بمعنى تواصل، نحولها إلى كلمة تواصل يعني communication. communication يبقى هنضيف إيه؟ يبقى إحنا هنا هنضيف L-I-O-N، يبقى communication يعني تواصل. كده أنا حولتها إلى noun، إلى اسم بمعنى تواصل. رقم 11، my mother asked me to not، مامتي طلبت مني ان انا اعمل ايه؟ her a call، عايز يقول يعني مامتي طلبت مني ان انا اتصل بيها if I am going to be late، لو انا هكون متأخرة، لو ما اكون متأخرة كده ان انا اتصل بمامتي. يبقى مامتي طلبت مني to not، عايز اقول بقى يتصل، give her a call اتصل بيها، ولا have، ولا do، ولا spend. spend يعني يقضي وقت او ينفق مال، يبقى give her a call. give a call، give a call يعني يتصل، give a call يتصل. رقم 12، to get the noun from the adjective sick، عشان احنا نجيب الاسم من الadjective، من الصفة sick يعني مريض، عشان اجيب بقى منها الاسم. at the suffix، احنا بنضيف اللاحقة، اجي كده في الاخر واضيف حروف ايه لsick، m e n t n e s s I T I O N I O N، طبعا هضيف ال N E S S، يبقى sickness اللي هو الايه، المرض.
بعد كده رقم 13، طارق doesn't have any money. طارق ما معهوش اي مال او اي نقود. سوري، ذلك I will not for his metro ticket. انا هدفعله من اجل التذكرة بتاعة المتر بتاعته، هدفعله فلوس كده مقابل التذكرة بتاعة المترو الخاصة به هو، عشان هو لا يمتلك المال. يبقى buy يعني يشتري، sell يعني يبيع، pay يعني يدفع مالا مقابل او يدفع من اجل. يبقى pay for، اسمها pay for، يدفع مالا مقابل. هنا pay هنا بمعنى بمعنى خليج او غار، اللي هي pay. طبعا دي pay، pay for يعني يدفع مالا مقابل او يدفع من اجل his metro ticket، التذكرة بتاعت المترو الخاصة به، لان هو ما معهوش فلوس. بعد كده رقم 14، مستر كمال is a kind man. مستر كمال ده الرجل طيب. the opposite of kind، الopposite اللي هو العكس. لو انا بقى عايزة العكس من كلمة طيب، عندي كلمة طيب العكس منها ايه بقى؟ friendly يعني ودود، ده كده بتسويها في المعنى، شخص طيب شخص ودود. useful يعني مفيد، عكسها مفيد. unhappy يعني شخص طيب عكسها غير سعيد او حزين. ولا unkind يعني غير عطوف او غير طيب، طبعا غير عطوف او غير طيب. يبقى كاين الاوبزيت منها عكسها انكاين، يعني غير عطوف او غير طيب. بعد كده رقم 15 بيقول لي هنا after a long day، بعد يوم طويل of working، بعد يوم طويل كده من الشغل ومن العمل. it's time for you to take a nap and relax. ده وقت ان انت تاخد فيه راحة، تاخد راحة او تاخد قسط من الراحة. وكمان relax يعني يستريح او يسترخي، ان انت تستريح كده وتسترخي. rest اسمها take a rest يعني تاخد قسط من الراحة. ولا whiteboard اللي هي السبورة البيضاء. ولا forest غابة. ولا service اللي هي خدمة. يبقى المفروض بعد يوم طويل كده من العمل it's time for you، ده وقتك to take a rest، ان انت تاخد راحة او ايه، او تحصل على قسط من الراحة and relax، وكمان تسترخي وتستريح. جيت الصفحة اللي بعد كده صفحة 136، read and complete the text، اقرأ وكمل النص. جايب لي كده 6 كلمات ببدأ أقرأهم وأوظفهم داخل النقاط، يعني جايب لي 6 كلمات بختار منهم بس 4 كلمات بوظفهم داخل الفراغات أو النقاط اللي عندنا في الفقرة اللي نقرأها مع بعض دلوقتي. شوف كده الكلمات rest يعني راحة، tiring يعني متعب، pavement اللي هو رصيف، رصيف الشارع أو رصيف المشاة، tired يعني متعب هو اللي شاعر بالتعب، أسكت يعني طلبة، بنش اللي هو الايه المقعد، المقعد كده بيكون في الحديقة الناس تقعد عليه. بيقول هنا عادل is an old man، عادل ده رجل كبير في السن. he is 75 years، عمره 75 سنة. while he was walking along the knot، بينما هو ماشي بامتداد او بطول يعني كده البيفمنت، هو ماشي كده بامتداد الرصيف. هو ماشي بامتداد الرصيف. he fell down، هو سقط وقع كده. and felt very not، وحس ان هو ايه tiring متعب. ولا tired متعب، طبعا عايزين نقول هنا tiring دي متعب لمسبب الصفة، لكن اللي شعر بالصفة هيبقى tired، الصفة منتهية بالإيه والدي. يبقى حاسس ان هو او شعر بان هو tired يعني متعب او مرهق. a young boy الولد الصغير saw him شافه and ran towards him، وجرى باتجاهه يعني جرى عليه كده. he not him to sit down، طلب منه ان هو يجلس. and have a nap، طلب منه يجلس وكمان ياخد راحة. يبقى طلب منه، يبقى he asked him يعني طلب منه. he asked him، طلب منه to sit down ان هو يجلس. and have a rest، وياخد قسط من الراحة. have a rest. بيكملي هنا بيقول لي عادل thanked the young boy، عادل اللي هو الراجل الكبير في السن ده شكر الولد الصغير for his wonderful treatment and kindness، يعني بيشكره على الطيبة والمعاملة الرائعة.
بعد كده السؤال خاص بالاختيارات، شوز اختر ذاك وقت انصر الاجابة الصحيحة. رقم واحد في الاختيارات بيقول to not means saying hello to welcome someone، ان انت تقول اهلا عشان ان انت ترحب بشخص ما، تقول اهلا كده عشان ترحب بشخص ما، يبقى ده اسمه ايه؟ greet يعني يحيي، ويلقي التحية، visit يعني يزور، work يعني عمل او يعمل، fly يعني يطير او يطير. طبعا to greet ان انت بتحيي معناها to saying hello to welcome someone، انت تقول اهلا كده وترحب بشخص ما. رقم اتنين there are many monuments، يوجد الكثير من monuments الاثار and ruins، ruins اللي هي الايه الاطلال او البقايا يعني مباني كده قديمة وباقي منها كده جدران بواقي منازل قديمة او اثار قديمة، دي اللي هي ruins. الاقصر في الاقصر the word monuments، كلمة monuments يعني آثار. الكلمة دي بقى here هنا في الجملة بتاعتنا دي refers to بتشير إلى نقط buildings، بتشير إلى المباني إيه؟ الآثار بقى بتشير إلى المباني new، المباني اللي هي جديدة، ولا modern يعني الحديثة والمعاصرة، ولا historic المباني التاريخية اللي لها قيمة تاريخية، ولا fashionable المباني اللي هي بتكون على الموضة. طبعا monuments اللي هي الآثار دي بتشير إلى historic buildings، المباني التاريخية اللي لها تاريخ ولها قيمة تاريخية وثقافية. رقم 3 نقط is writing or pictures، عبارة عن writing يعني ايه؟ writing يعني كتابة، كتابة or pictures او صور that people draw، الناس بترسمها on walls، بترسمها على الجدران وعلى الحوائط. الكتابة والصور اللي الناس بترسمها على الجدران والحوائط اسمها جرافيدي، جرافيدي يعني ايه؟ رسوم على الجدران او على الحوائط، رسوم على الجدران او الحوائط. ولا ترافيك المرور او حركة المرور، ليفلت اللي هو المنشور او الكتيب، كتاب صغير كده بيوضح فيه تعليمات. ولا هيدفون اللي هي سماعة الرأس. طبعا يقصد عبارة عن كتابة وصور that people draw on walls، الناس بترسمها كده على الجدران، المفروض اصلا هما ما يعملوش كده، اللي هي جرافيدي اللي هي الرسوم على الجدران. رقم 4 or النقط is someone who pays to live in a house، الشخص اللي هو بيدفع مالا من اجل ان هو يعيش في بيت، بيعيش في بيت بقى كامل يعني ما قالش غرفة، يبقى ده مين؟ player اللي هو اللاعب، ولا tenant ده المستأجر بيأجر بيت، ولا worker العامل، ولا officer الضابط. طبعا بيدفع مالا مقابل ان هو يعيش في بيت اسمه ايه؟ a tenant المستأجر، بيأجر البيت كامل. رقم 5 the suffix اللي هي اللاحقة، turns the adjective بتحول للصفة dark، dark يعني مظلم، عايزين بقى نحولها الى ايه؟ noun نخليها اسم، يبقى اللي هي الظلام هنخليها ظلام، يبقى مظلم اللي هي الصفة هنخليها اسم، هنضيف لها NESSOUSEDING، طبعا هنضيف لها NESS عشان تبقى ايه؟ عشان تبقى داركنس، داركنس يعني ايه؟ الظلام. رقم 6 to succeed in your exams، عشان انت تنجح في الامتحانات الخاصة بك، امتحاناتك means معناها، يبقى عايزة كلمة بتساوي في المعنى كلمة succeed in، fail يعني يرسب او يفشل ان انت رسبت وفشلت في الامتحانات، ولا test يعني اللي هو الايه الطعم او الذوق، ولا test يعني هنا بمعنى اختبار، ولا pass يعني يمر او ينجح او يجتاز. طبعا اللي بتساوي succeed in بتساوي في المعنى pass يعني ينجح او يمر ذنب بهذه الامتحانات. رقم 7 if you are not، لو انت بتكون ايه؟ you don't expect something، عندما expect، you don't expect عندما لا تتوقع شيء ما او حدوث شيء ما، and it seems strange or unusual، ويبدو هذا الشيء بالنسبة لك ان هو غير عادي، يبدو غير عادي وكمان غريب، حاجة انت ما تتوقعهاش وتبدو غير عادية وتبدو غريبة، يبقى ده اسمه ايه بقى؟ يبقى انت بقى بتكون ايه؟ ده بتكون ميت، ولا بليس، ولا بتكون مسرور، ولا سربرايز تكون متفاجئ ومندهش، ولا anxious يعني قلق ومتوتر. طبعا if you are surprised لما تكون متفاجئ معناه
You don't expect something معناها ان انت لا تتوقع هذا الشيء او حاجة غير عادية او حاجة غريبة حصلت. رقم 8 to get the noun from the verb compete عشان ان انت تحصل على الاسم، نجيب الاسم من الفعل compete يعني ينافس. compete معناها ينافس. we add the suffix احنا بنضيف اللاحقة، حروف كده في الاخر بضيفها هتبقى ايه؟ competition منافسة. هضيف ال i o n ولا m e n t ولا n e s s ولا i t i o n؟ طبعا هضيف ال i t i o n عشان تبقى competition. competition بدل ما هي ينافس او يسابق هتبقى منافسة او مسابقة. منافسة بقت منافسة كده بقت ايه؟ بقت اسم. رقم 9 آية is always pleased by the نقط of her friends. آية دايما بتكون مسرورة من ايه لأصدقائها؟ kind يعني طيب، kindness اللي هي kindness يعني الطيبة، اللي هو مريض، illness اللي هو المرض. انا عندي ذا عايزة بعدها ايه؟ انا عايزة بعدها بقى عايزة اشوف بقى المعنى طالب ايه. انا عايزة اسم من طيبة اصدقائها، عايزين نقول هنا من طيبة اصدقائها. يبقى آية is always pleased by، آية دايما بتكون مسرورة بسبب يعني او بسبب ايه؟ بسبب the kindness of her friends، بسبب طيبة her friends. طيبة مين؟ طيبة اصدقائها. رقم 10 our teacher is kind and helpful، المدرس بتاعي طيب وعطوف وكمان متعاون. the synonym of kind، السينونيم اللي هو المرادف اللي هو المعنى، المرادف او المعنى من كلمة kind يعني طيب، عايزة كلمة بتساويها في المعنى. cool يعني رائع او بارد، unkind يعني غير طيب او غير عطوف، ده العكس كده منها يعني kind عكسها بضيف لها البادئة يو ان فبتبقى unkind كده العكس. friendly يعني ودود هو عايز المرادف، ولا hard يعني صعب او صلب او بجد او قاسي، يبقى لها اكتر من معنى. يبقى انا عايز اقول اللي بتساوي kind في المعنى طيب وعطوف وهي friendly يعني ودود نفس المعنى. رقم 11 people can communicate with each other، الناس ممكن ان هما communicate يعني ممكن ان هما يتواصلوا with each other مع بعضهم البعض. all over the world في جميع انحاء العالم، this means ده معناه they use ان هما بيستخدموا ايه بقى؟ بيساعدوا مع التواصل. darkness اللي هو الظلام، ولا maps بيستخدموا الخرائط، ولا books ولا الكتب، ولا social network services بيستخدموا خدمة الشبكة الاجتماعية، بيستخدموا خدمة الشبكة الاجتماعية عشان تسمح لهم وتساعدهم ان هم يتواصلوا مع بعض في جميع انحاء العالم. بعد كده عندنا هنا صفحة 139 language exercises تدريبات على الجزء الخاص باللغويات. الجزء بتاع اللغويات بتاعنا النهاردة بيكلمنا عن ان احنا نتكلم عن المستقبل باستخدام be going to المصدر، يعني نستخدم مع اي فعل am او is او are بيجي لي بعدها going to، وبعد going to الفعل في الايه؟ في المصدر. الفعل ايه؟ I بيجي معها am، هي وشي وات بتيجي مع is او اي مفرد، you we they او اي جمع بتيجي مع ار، وبيجي لي بعد كده going to وبعد كده المصدر بتاع الفعل. ده الكلام ده في حاله لما بكون بتكلم عن المستقبل مع وجود نيه اللي هي intention او قرار decision او خطه plan او دليل، مثلا السماء مغيمه فالدنيا هتمطر، لما يكون عندي نيه قرار خطة دليل انا على طول بعرف ان انا بستخدم قاعدة be going to المصدر، يعني am او is او are على حسب الفعل و going to المصدر. ده باختصار الجزء بتاع الجرامر بتاعنا. واول سؤال هنا في تصحيح الخطأ بيقول لي زياد نقط اكار، زياد هيشتري السيارة، he planned
ذات هو خطط لكده. اما بلاقي كلمة بلان عندي موجودة بحط عيني عليها، بعرف ان انا على طول بستخدم ايه، بستخدم قاعدة جونج تو. ببص على الفاعل الاقي الفاعل مفرد، المفرد هياخد ايه، ام ولا از ولا ار، هياخد از وجونج تو المصدر، يبقى از جونج تو باي، از going to buy is going to buy يعني سوف يشتري. رقم 2 next summer في الصيف القادم. I know I travel to England أنا هسافر لإنجلترا. I decided to spend it in the countryside عايز أقول في الصيف اللي جاي أنا مش هسافر لإنجلترا لأن أنا قررت، عندي هنا أحط عيني على decided قرره، تمام، طالما عندي قرار ان انا اقضي الاجازه او اقضي الصيف in the countryside، ده انا هقضي الصيف فين، في الريف، يبقى الاسبوع القادم انا سوف لا اسافر لانجلترا. اي هتاخد معاها ايه، بتاخد معاها ام، طب احنا عايزينها منفيه هتبقى ام not، يبقى اي ام not وبعد كده going to المصدر going to وهو جايب لي المصدر travel. I am not going to travel سوف لا أذهب أو لا أسافر إلى إنجلترا. رقم 3 the teacher is going to المدرس سوف نقط أس يعرض لنا a page هيعرض لنا كده يعني صفحة on the whiteboard، الصفحة دي هيعرضها لنا على السبورة البيضاء. بعد going to انا عايز الفعل بتاعي يكون في المصدر، الفعل في المصدر هحذف الاي ان جي واكتب شو يبين او يوضح. رقم 4 نقط going to ride a horse عايز اقول هل انت سوف تركب حصان، السؤال بهل going to بجيب ام او اس او ار على حسب الفعل، وبعد كده going to المصدر، طب هو عكس لي يبقى بدل يو ار هتبقى ايه، are you going to ride a horse هل انت سوف تركب حصان، يبقى are you going to هل انت سوف. رقم 5 give me the remote اديني كده الريموت اللي هو جهاز التحكم عن بعد. I am not to watch the film انا سوف اشاهد الفيلم. I ومعها am بعدها going to والمصدر، يبقى هو جايب لي I ومعها am وto المصدر، يبقى باقي عندي بس في القاعده بتاعتي going بمعنى سوف. I am going to watch سوف أشاهد الفيلم. رقم 6 volunteers اللي هم المتطوعين نقط going to plant يعني سوف يزرعوا بعض trees بعض الأشجار along that street بامتداد كده أو بطول الشارع، على امتداد أو بطول الشارع كده المتطوعين هيزرعوا بعض الايه بعض الأشجار. volunteers المتطوعين ايه مفرد ولا جمع؟ طبعا جمع. الجمع هياخد ايه مع جونج تو المصدر؟ طبعا من فيرب تو بي هياخد ام ولا اس ولا ار، طالما جمع هياخد ايه، هياخد ار، يبقى ار جونج تو بلانت سوف يزرعوا. رقم 7 لوك ات ذات مان انظر الى ذلك الرجل اون ذا بريدج اللي هو واقف على الجسر او واقف على الكوبري. هي از جونج تو جامب هو سوف يقفز، بص كده على الراجل ده هو هيقفز، يبقى هي ومعها از وجون مش عايزين ايه، مش عايزين بس المصدر، لا احنا عايزين ايه تو زائد المصدر بتاع الفعل، عايزه تو المصدر، يبقى تو جامب تو جامب يعني سوف يقفز. رقم 6 بيقول هنا I have decided that I not to my parents about the problem عايز يقول I have decided أنا إيه؟ أنا قررت. أما بلاقي كلمة decide يقرر أو decided قرر أو decision قرار بحط عين عليها بعرف إني بستخدم قاعدة going to. I هتاخد إيه؟ I هتاخد am وبعد am going to وبعد going to المصدر speak، يبقى I have decided that I am going to speak to my parents قررت ان انا سوف اتحدث الى والدي
about the problem عن المشكلة. هتكلم مع بابايا ومامتي خلاص عن الايه؟ عن المشكلة. رقم 9 نقط. Watch the new play tonight. هل انت سوف تشاهد المسرحية tonight الليلة؟ يبقى عايزة هنا السؤال ب هل مع going to ام او is او are على حسب الفاعل. طب الفاعل جمع هيبقى are بعد كده الفاعل يو بعد كده going to المصدر. طب هو جيب للمصدر يبقى هكتب فقط going to. يبقى are you going to watch. هل انت سوف تشاهد the new play المسرحية الجديدة tonight الليلة. رقم 10 we're going a social network service page. عايز يقول نحن سوف نبدأ أو ننشئ صفحة خدمة الشبكة الاجتماعية. هننشئ كده صفحة لخدمة الشبكة الاجتماعية نتواصل كده مع بعض. Is anyone interested in helping؟ يعني هل أي شخص مهتم بالمساعدة؟ حد كده مهتم إن هو يساعدنا؟ يبقى وي ومعها ار وجوم ما بيجيش بعدها المصدر. احنا عايزين تو زائد المصدر يعني على بعضها كده قاعدة بعد جوم تو المصدر. يبقى تو ستارت سوف نبدأ او سوف ايه ننشئ. يبقى تو المصدر تو ستارت. رقم 11 next Monday يوم الاثنين القادم وي نقط a new kind of medicine. عايز يقول يعني احنا هنجرب نوع جديد من الدواء. This is our plan دي الخطة بتاعتنا. قال لي plan خطة. طالما عندي خطة بعرف ان انا بستخدم قاعدة جونج تو. عندي وي جمع هتاخد معها ايه؟ هتاخد معها ار وبعد ار القاعدة بقى كاملة going to try. going to المصدر try هنا بمعنى يجرب. يبقى we are going to try نحن سوف نجرب a new kind يعني نوع جديد of medicine من الدواء. دي الخطة بتاعتنا for the next week للأسبوع القادم. رقم 12 we not clean up the rubbish in our street. احنا سوف ننظف القمامة في الشارع بتاعنا. we جمع عايزين نستخدم قاعدة جونج تو واجيب للمصدر هتاخد ار بعد ار بكملها بقى. يبقى going to clean up سوف ننظف الشارع. رقم 13 صلاح نقط to visit Egypt next week it's his plan. يعني صلاح سوف يزور مصر الأسبوع القادم. دي الخطة بتاعته. عندي خطة على طول عيني عليها بعرف اني عندي بستخدم قاعدة going to المصدر. طيب صلاح جمع ولا مفرد؟ صلاح مفرد. هياخد ام ولا اس ولا ار؟ هياخد اس وبعد كده بكمل going to المصدر. يبقى going وهو جايب لي to المصدر يبقى اس going. رقم 14 عمر ان اي انا وعمر كأن بالظبط بقول وي يعني كده الفعل عندي جمع. كده الفعل اللي عندي جمع كأن بالظبط بقول وي. نقط to spend the evening outdoors. عايز يقول انا وعمر سوف نقضي المساء بالخارج. هنخرج كده نقضي المساء برا. طبعا عمر وانا جمع كأن بالظبط بقول وي. يبقى هنا هتاخد ايه؟ هتاخد ايه؟ ما ينفعش اقول اصل اي بتاخد كذا او عمر مفرد. لا الاتنين دول جمع. عمر وانا كأني بقول وي. وي بتاخد معاها ار وبعد ار going to المصدر. يبقى going هو جايب لي to المصدر. يبقى عمر and I are going to spend the evening outdoors سوف نقضي المساء بالخارج. رقم 15 I not read David Copperfield story in summer. عايز يقول انا سوف اقرأ David Copperfield story. انا سوف اقرأ قصة David Copperfield in summer في الصيف. في الصيف انا هقراها. تمام يبقى عندي هنا ايه استخدم مع اي هتاخد معاها ام وبعد ام going to والمصدر. يبقى going to والمصدر. I am going to read انا سوف اقرا. رقم 16 what are you going not during the weekend. ايه اللي انت هتعمله اثناء او خلال العطله الايه الاسبوعيه.
يبقى السؤال بجونج تو. رقم واحد كلمة الاستفهام، بعد كده ام او اس او ار على حسب الفعل، الفعل جمع قبل ار، وبعد كده الفعل يو، يبقى كلمة الاستفهام الفعل المساعد الفعل، بعد كده جونج تو والمصدر، مش المصدر بس، يبقى تو دو. بعد كده رقم 17 زي نقط بلاي تنس ان ذا افترنون، عايز يعني يقول لي هما سوف لا يلعبوا تنس في فترة الظهيرة. they are going to study for their exams، ده هما هيذاكروا للامتحانات بتاعتهم. عايزين نقول سوف لا يلعبوا، يبقى they جمع، مع الجمع بناخد ايه؟ بناخد are. طب عايزينها منفية هتبقى aren't، بعد aren't going to المصدر، going to والمصدر، aren't going to. رقم 18 أيمن نقط الأقصر، أيمن سوف يزور الأقصر. he has decided that، ده هو قرر كده. طالما عندي قرار احط عيني على الكلمة اللي هي مفتاح إجابتي. طالما عندي قرار أيمن مفرد، هياخد أم ولا إز ولا أر من فيرب تو بي؟ هياخد إز، وبعد إز بكمل بقى going to المصدر، يبقى going to visit. اكتبها كاملة لان حطيت لي المصدر جوه القوسين، لازم بكتب كل اللي جوه القوسين بصححهم. is going to visit، سوف ايه؟ سوف يزور. رقم 19 the volunteers are going to knock up the park، عايز يقول volunteers اللي هم المتطوعين are going to يعني سوف knock up the park، هينضفوا الايه؟ هينضفوا الحديقة العامة. going to لازم بيجي لي بعدها المصدر بتاع الفعل، عايزين كده مصدر الفعل، هحذف الاي ان جي وارجع الفعل الاصل والمصدر وهو كلين يعني ينظف.